الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان. السادسة مشاهدين بتوقيت بغداد، وهذه نشرة مباشرة، والبداية بأبرز العناوين. خلال مراسم تسليم واستلام رسمية، السوداني يتسلم مهامه رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. وشيخ الخنجر يهنئ بنيلية السوداني ثقة البرلمان ويؤكد: سنقف مع الحكومة نحو عراق حر وشعب كريم. بينهم أمير داعش في العراق، السلطات التركية تعتقل قياديين بالتنظيم الإرهابي وتحيلهم إلى المحاكم المختصة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. البداية من أبرز التطورات السياسية، حيث تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. جرى ذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد يوم من نيل الحكومة الجديدة والبرنامج الوزاري ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة. وتعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصيانة وتأهيل محطات توليد الكهرباء ضمن خطة أقصاها 6 أشهر، مضيفا أن من أولويات حكومته أيضا القطاع الصحي وتأهيل المستشفيات غير المكتملة لتدخل الخدمة خلال فترة أقصاها 6 أشهر فقط. ستباشر الحكومة بحملة كبيرة ومستعجلة لصيانة وتأهيل محطات التوليد خلال مدة 6 أشهر للبدء بخطة محددة بجداول زمنية لفك الاختناقات في قطاع النقل والتوزيع لا تتجاوز 6 أشهر. وبما يتصل بالقطاع الصحي، ستباشر الحكومة بتشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات باعتماد إدارة متطورة وفاعلة بالاستعانة بالخبرات العالمية واستكمال المستشفيات قيد الإنجاز لتدخل الخدمة في مدة إنجاز لا تتجاوز 6 أشهر. كما ستعمد الحكومة إلى المباشرة بتنفيذ مشروع تحلية ماء البحر بالبصرة وتوليد الكهرباء لما يمثله المشروع من حاجة ملحة واستراتيجية تتعلق بحياة المواطنين. ومن القطاعات التي أولى المنهاج الوزاري الاهتمام بها هو قطاع النقل والاتصالات، فقد بات من الأهمية بمكان تحسين جودة خدمات الاتصالات وحمايتها، وكذلك تطوير قطاع النقل بمفاصله المختلفة. ولذلك سيصار إلى إعادة هيكلة قطاع النقل بشكل عام، الموانئ والمطارات وسكك الحديد والنقل البري، واستثمار موقع العراق كمعبر بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا، وتفعيل الترانزيت بجميع أنواعه لما يوفره من فرص عمل كبيرة ويدر على العراق بوفرة مالية وقوة سياسية وموقع ريادي. وأكد السوداني أن حكومته لن تسمح بأن يكون العراق ساحة للخلافة الإقليمية والاعتداءات الخارجية، واضحا أن العراق سيعمل على تطوير علاقاته إقليميا ودوليا ضمن التحالف الثلاثي مع مصر والأردن. سيتم تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار، وتفعيل دور العراق الريادي في المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وتطوير العمل المشترك ضمن الائتلاف الثلاثي مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي الوقت نفسه اعتماد مبدأ عدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على الدول الأخرى. في السياق، أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن المنهاج الوزاري تضمن موعد انتخابات مجالس المحافظات في شهر تشرين الأول العام المقبل، لافتا إلى أن الشعب ينتظر إصلاحات عدة من الحكومة الجديدة. شكرا جزيلا للجهود المستمرة تشكيل الحكومة. الشعب ينتظر منا الكثير، ينتظر من الحكومة الكثير، ينتظر من مجلس النواب الكثير، ونتمنى التوفيق للسيد رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية في أداء مهام وتطبيق المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. السيدات والسادة النواب،
من ضمن المنهاج الوزاري تضمن أيضا إجراء انتخابات المجالس المحلية، إجراء الانتخابات المجالس المحلية بموعد شهر 10 في السنة القادمة، لأن يوجد هنالك في غضون ذلك. دعا النائب عن الإطار التنسيقي مرتضى السعيدي دعا الحكومة الجديدة إلى تحقيق إنجاز سريع في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى كل الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين. يجب أن تكون لهذه الحكومة القادمة دور أساسي لمعالجة ملف الفساد وكذلك ملفات الخدمية التي تخص حياة الناس. فقد تضمن برنامج الحكومي معالجة الكثير من القوانين التي تخص قانون النفط والغاز وكذلك مؤسسة الشهداء والبرامج الخدمية المهمة لحياة الناس، وهذا ما سوف تكون عملية انسجام بين الحكومة التنفيذية والجانب التشريعي. أعتقد أنه ما صرح به رئيس الوزراء من قبل البرنامج الحكومي سوف يساعد كثيراً على أن تكون هناك انتخابات مبكرة حسب تبنيه لهذا الموضوع، وتبقى لقرار مجلس النواب كلمة الفصل. بدوره دعا النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإسراع في حث وزارتي المالية والتخطيط على تقديم موازنة 2023. وبخصوص الانتخابات المبكرة، أكد أيضا الكاظمي ضرورة إجراء تعديل على قانون الانتخابات، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في المفوضية العليا للانتخابات. طبعا بالنسبة للموازنة، مطلوب من السيد السوداني أن يكلف اليوم وزارة المالية وزارة التخطيط لتقديم موازنة 2023 ويضمنها برنامجه الحكومي، مثلا رعاية الطبقات الفقيرة الهشة، زيادة المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية، تخصيص مبالغ لإنشاء طاقة كهربائية مع شركة سيمنز، وهكذا هناك مجالات كثيرة يمكن تضمينها بموازنة 2023، خصوصا أنه كوفرة مالية ومستقبل واعد يمكن للسيد السوداني بخبرتي وكفاءتي ومعرفتي بالمشاكل لابد أن يباشر الحلول بشكل جدي، ونحن في مجلس النواب سنراقب ونتابع وندعم الحكومة لنجاحها. لإجراء انتخابات جديدة لابد من إجراء تعديل على القانون الحالي حسب توصيات المحكمة الاتحادية، ولا بد من إجراء بعض التغيير في موضوع المفوضية وتخصيص ميزانية والقيام باستحضارات لوجستية واسعة. أعتقد هذه العملية تحتاج من سنة ونص إلى سنتين لإجراء انتخابات، إضافة إلى قناعة الكتل السياسية بالانتخابات الجديدة لا بد أن تحرز لإجراء هذه الانتخابات. Thank you.
تعليقا على منح البرلمان الثقة لحكومة السوداني، قال رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر إن اليوم هو يوم جديد في تاريخ العراق واختبار أخير أمام الله والشعب. وهنأ الخنجر في تغريدة له نشاهدها على الشاشة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني والكادر الوزاري، وأضاف في تغريدته: سنقف معكم في طريق الحق والإصلاح حتى نعبر كل الحواجز، نحو عراق حر وشعب كريم، يقول الشيخ الخنجر. هذا وهنأ زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني محمد شيع السوداني على منح حكومته الثقة من قبل البرلمان، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين. من جانبه أعلن رئيس إقليم كردستان نجربان برزاني دعم الإقليم لإنجاح البرنامج الحكومي ومهام الحكومة الجديدة، مجددا استعداد كردستان لحل جميع القضايا العالقة من خلال الحوار وفي إطار الدستور. بدوره جدد رئيس حكومة الإقليم مسرور أقول بارزاني دعم السوداني للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد يفضل فيها التعاون على حل الخلافات والحوار بدلا عن الخصومة. إلى ذلك هنأت القوى السياسية رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بمناسبة منح حكومته الثقة في البرلمان، مؤكدين استعدادهم مد يد العون لحكومته التي انبثقت بعد مخاض عسير. وأكدت جميع القوى في بياناتها على ضرورة إلاء أهمية بالغة للجانب الخدمي في مختلف تفاصيلاته، فضلا عن إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية وكذا الإدارية للحكومة. كما دعت القوى الحكومة إلى إعادة هيكلة العلاقات الخارجية للدولة بالارتكاز على معيار ضمان المصالح المشروعة للشعب، وطالبت أيضا حكومة السودان بضرورة مكافحة الفساد في كل مفاصل الدولة وضرب حيتانه. إقليميا وفي ذات السياق، هنأت الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على نيل حكومته ثقة البرلمان، مؤكدة تطلعها للعمل مع الحكومة الجديدة لضمان عراق آمن ومستقر وذي سيادة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن الشعب العراقي يستحق فرصة اقتصادية ثانية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة، معربا عن ترحيب بلاده بالتزام السوداني بوضع أقول السلاح المنفرد تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية وكذا الشرعية. كما جدد برايس في بيانه استعداد واشنطن للعمل مع الحكومة في ملفات حقوق الإنسان وتغيير أقول المناخ وتحسين الفرص الاقتصادية للشعب العراقي. من جهته أكد الرئيس الإيراني عزم بلاده توطيد وتعميق وتطوير التعاون مع العراق لما هو أبعد من العلاقات الرسمية وقيامها على العمق الحضاري والثقافي والشعبي. وأضاف رئيسي خلال تهنئته رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بمناسبة منح الثقة لحكومته، أضاف أن إيران دأبت على دعم العملية السياسية في العراق على أساس قرار مواطنيه ولن تتخلى عن أي جهد لتطوير العلاقات الأخوية معهم، واضحا أن وجود عراق مزدهر ومستقل وقوي وقادر على أداء دور إيجابي وبناء يمكن أن يكون مؤثرا في تحقيق الأمن بالمنطقة. هذا ورحب السفير الإيراني في العراق بدوره محمد كاظم آل صادق بعملية منح الثقة لحكومة محمد شيع السوداني في البرلمان. وقال صادق في تغريدة له على تويتر أن إيران ستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق وتمد يد الأخوة للحكومة العراقية نحو تعزيز العلاقة الاستراتيجية خدمة للمصالح العليا بين البلدين. مشاهدينا، ننتقل وإياكم إلى نقل أول جلسة لرئيس الوزراء محمد شيع السوداني والكابينة الجديدة. أكيد راح تكون كلها حاضرة أمامنا حتى نقدم الأفضل ونثبت أنه إحنا أهلا لهذه المسؤولية في هذه الفترة الحساسة. جديتنا في
إجراء الاستلام والتسليم اليوم في عطلة رسمية ورسالة أنه مجلس الوزراء هذه الحكومة مستعدة ومتهيئة وجاية أن تعمل ليل نهار بدون عطل بدون أي تفاصيل أخرى. احنا نذرنا أنفسنا وقتنا كله لأجل هذه المهمة. صار حديث في الجلسة البارحة أنه مسؤوليتنا كنا مسؤولية تضامنية في مجلس الوزراء، الكل معنيين بالقرار وندافع عنه مع احترامنا لعناويننا السياسية الثانوية، ولائنا الأول هو للعراق. راح تباشرون بالاستلام مع الوزراء السابقين، أتمنى إجراءة استلام هادئة مو صاخبة كأنه احتفال عندنا أو فتشي. ذكروا هذا الشعب اللي ينتظر سنة صار له من غير المعاناة، فمجرد استلام أصولي بسيط ويتباشرون مهامكم. كشف الذمة المالية لهذه الحكومة خلال أسبوع أريده يكمل ينجز، وراح تكون إن شاء الله أول حكومة تقدم الكشف الذمة المالية خلال أسبوع. ما أريد أي وزير يصدر أوامر ويبدأ بتغييرات وتعديلات في وزارته. ما أريد نبين وكأنه إحنا جاي ننتقم أو جاي نحذف ونلغي الناس اللي موجودة. كل الموجودين هم موظفين في الدولة العراقية. عندنا رؤية للتقييم. الكل راح يكون مشمول بهذه الرؤية. من ينجح من ينفذ المهام يبقى، أما اللي ما ينجح أكو تلكه، لا والله عندنا مؤشرات وتقييم وتقارير راح نتحدث بالتفصيل. فاللي أرجوه نبتعد عن أي قرارات متسرعة في بداية عملكم. مدير المكتب من الوزارة، غير مقبول يجي من أي جهة سياسية من خارج الوزارة. ما معقولة بالوزارة كلها ما عندك فد موظف أنت تعتقد بثقته وبكفاءته. وبتدرون أكو حكومات سموها حكومة مدراء المكاتب. فاللي أرجوه ننتبه لهذه القضية، وهذه طبعا راح تكون فد رسالة اطمئنان للوزارة أنه هذا الوزير مهني جاي يبحث عن أفضل أنزه أكفأ أكثر خبرة من الموظفين الوزارة يجي كلفه. ولو شو عنده مدير الوزير اللي يجيب له شخص من حزبه يجيبه مثلا من الوزارة سين إلى الوزارة صاد اللي ما لها علاقة لا بالتخصص ولا بالخبرة ولا بالكذا. إذن مشاهدينا كانت تلكم وقائع أول جلسة لرئيس الوزراء محمد شيع السوداني واجتماعه بالكابينة الوزارية، أين قدم السوداني الخطوط العريضة ربما للمنهاج الوزاري ودعا الوزراء للابتعاد عن القرارات المتسارعة، كما حث الوزراء الابتعاد عن المحسوبيات وتطهير العمل داخل الوزراء. نكمل ما تبقى من أخبار بحوزتنا. رحبت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية وكندا وتركيا بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان وبالأغلبية. الأمم المتحدة أشارت في بيانها إلى أن حكومة السوداني تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة أبرزها معالجة الفساد الممنهج وأيضا تنفيذ الإصلاحات اللازمة
من جانبها أعربت الدول عن استعدادها لدعم السوداني وحكومته في اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي يواجهها العراق. محليا طالب أهالي مدينة الموصل الحكومة بالالتفات إلى معاناتهم وتعويضهم لبناء دورهم المهدمة منذ 6 سنوات كاملة، خاصة أنهم يعيشون بالإيجار. وأضاف المواطنون أن آلاف العائلات الموصلية لم تستطع العودة إلى مناطق سكناهم نتيجة عدم منح التعويضات المقررة، لافتين إلى أنهم جوبهم بالرفض أكثر من مرة خلال مراجعتهم الجهات المعنية، فيما تعمل المنظمات غير الحكومية على ترميم وتأهيل تلك المناطق. والله يا أخي بيوتنا راحت، أموالنا راحت، وهسة كلتنا قاعدين بجارات. زين ايصا بنروح، ايصا بنلتجي، ادمن الروح. ناشدنا الحكومة هاي 4-5 سنين اشو ولا مم يجيب، ولا حد جانا، ولا حد بين، ولا حد قال يابا هذول صار من اشحل الدهر بيهم. اشون احنا الى متى؟ التالي اشون راح اتعطف ويابا على ساد ابني لي غرفة، بس غرفة غرفة منعوني، ما قالوا لي ما تبني اي غرفة. اللي يخليهم ما يعودون ما عندهم الامكانيه، بيوتهم راحت، ما طلعوا اثاث بيوتهم اي شيء، فالامكانيه ما عندهم وتعويض ماكو. يعني المفروض ينطون سبقيه للتعويض حتى الناس تجي ترجع تبني بيوتها. هسه احنا انتهينا من ضفه النهر انه راح يصير مشروع، ما مشكله، بس هاي المناطق الناس تجي يومية تشوف بيوتها دحق هياكل أنقاذ وتبكي وتروح. هذا وشكى أهالي الموصل من التأخير المستمر في تسليمهم المنتجات النفطية، خصوصا مع قرب دخول فصل الشتاء. وطلب الأهالي شركة توزيع المنتجات النفطية بضرورة الإسراع في توزيع النفط الأبيض على المواطنين، وذلك لتفادي الأزمة التي تحصل في كل شتاء. وأشاروا إلى أن نفس المعاناة تتكرر في كل سنة بالوقوف لساعات طويلة تحت المطر من أجل الحصول على النفط. توزيع الغاز بهالأيام يعني تعرف جانا برد، يعني هاي الفترة المفروض هم يوزعون غاز، ليش تصير الأزمة ومعاناتنا وازدحامات تصير؟ هاي الحكومة ما المفروض قبل بشهر أو هالأيام هذه يوزعون الغاز، ما يصير يخلونا إلا يجي البرد وتصير الازدحامات والبطايق تسقط عندنا وما يسلمونا غاز. والله غير منتظر ما يوزعون الدوله الحكومه، من هسه ما وزعونا غاز. نحن شوية الجو بارد فرد نوبه وبارده علينا، والله بالليل بارده فرد نوبه، النوبات حتى بالقران تغطى بالبطانات، وماكو يعني ما عندنا غاز، يعني فرد نوبه ما يعطونا غاز. مرمرون ما يعطونا الغاز، مرمرون عاد اقول لك والله بالله، شوفونا ابو ابونا ما يعطونا الغاز. صحراء الأنبار تحت رمالها ثروة طبيعية هائلة من النفط والغاز والمعادن الثمينة لم تستغل بالشكل الصحيح من قبل الحكومة المتعاقبة. ومع تشكيل الحكومة الجديدة ترتفع الدعوات لضرورة التنقيب عن هذه الكنوز للنهوض بواقع البلد الاقتصادي. خزنة العراق التي لا تنضب، ومستقبله الواعد الذي سيحسن اقتصاده لا محال. صحراء الأنبار التي تضم تحت رمالها ملايين الأطنان من الفوسفات والكبريت والزئبق والمعادن الثمينة الأخرى، فضلا عن احتوائها على غاز طبيعي تتجاوز نقاوته 95%، ناهيك عن النفط الذي ما زالت هيئة الاستكشاف تحدد مكامن بين الحين والآخر، لكنها لم تستثمر خلال السنوات الماضية. الغاز الطبيعي في محافظة الأنبار يقدر في حقل عكاز تحديدا بخمسة تريليون متر مكعب، هذه الإمكانية ضخمة جدا. مؤخرا هناك استكشافات لحقول ما بين النخيب ومحافظة الأنبار ما يقارب 3 إلى 4 آبار نفطية، كل هذه الإمكانية إلى الآن لم تستخرج بالشكل المطلوب. خبراء اقتصاد أكدوا ضرورة إيلاء محافظة الأنبار أهمية كبيرة من الحكومة الجديدة لاستغلال ثرواتها الطبيعية
لتحسين الواقع الاقتصادي الذي سيعود بمردود مالي كبير للعراق، وتشغيل الأيدي العاملة وأصحاب التخصص من الخريجين. تمتاز محافظة الأنبار بوفرة المعادن والموارد الطبيعية الموجودة في المحافظة مثل الغاز والنفط ومعادن أخرى لها أهمية اقتصادية، لذلك من أولويات الحكومة الحالية الاهتمام بهذه الموارد لتكون مردود اقتصادي للمحافظة وتشغيل الأيادي العاملة والقضاء على البطالة المتفشية في المجتمع. ستبقى هذه الثروة حبيسة تحت رمال صحراء الأنبار، تنتظر حكومة تقدر أهميتها التي ستغير من وضع العراق المالي في حال استثمارها بالشكل الصحيح. فهل ستكون هذه الثروة محط أنظار الحكومة القادمة، أم إنها ستغض النظر عن أهميتها كسابقتها؟ من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. الختام سيكون دوليا، إذ أوقفت فرق الأمن التركي قياديين اثنين بارزين من تنظيم داعش الإرهابي في ولاية قرشهير وسط البلاد، أحدهما شغل منصب أمير في العراق. جاء ذلك خلال عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب اليوم الجمعة للقبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بمركز قرشهير، وفقا لما أعلنته الوكالة، وكالة الأناضول الرسمية التركية. وقالت الوكالة إن الفرق أوقفت المدعو راها الذي شغل مهمة أمير لدى التنظيم بمدينة تلعفر العراقية، كما أوقفت فرق الأمن المدعو زينها المسؤول عن شؤون الاتصال لدى داعش الإرهابي، وأحالت مديرية الأمن الشخصين الموقوفين إلى القصر العدلي في قرشهير. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، ونذكر بأبرز ما جاء فيه. خلال مراسم تسليم واستلام رسمية سوداني يتسلم مهامه رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. الشيخ الخنجري يهنئ بنيل السوداني ثقة البرلمان ويؤكد سنقف مع الحكومة نحو عراق حر وشعب كريم. بينهم أمير داعش في العراق، السلطات التركية تعتقل قياديين بالتنظيم الإرهابي وتحيلهم إلى المحاكم المختصة. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.